ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ احنا النهارده ان شاء الله هنعمل تفريزات اللحمه المفرومه عشان تكون سهله معانا في رمضان. تطلعوها كده تكون جاهزه، تعملوا رقاق جلاش تبقى سهله معاكم. لو تعملوا مكرونه بشاميل هتزودوا مثلا معلقه صلصه على اللي انت تعملوه. وتعالوا معانا شوف هنعمل ايه. طبعا انا حطيت معلقتين سمنه، ممكن تحط زيت يعني برضو لو عايزه. طبعا ابتدي انزل اللحمه، انا جايبه كيلو هعمله واقسمه. وده طبعا البصل اللي انا فرزته معاكم. هو هيتحط دلوقتي مع اللحم. وبكده احط شوية جوز كتير وشوية فلفل اسود. وهنزل عليها كوباية مية وعشر دقايق كده بتصفى عليه. وهحط واحدة مرقة دجاج وشوية ملح بقى صغيرين عشان المرقة. هسيبها بقى تستوي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وبكده اللحمة خلصت معانا. وبكده هطلع بقى اما تبرد شويه، خليها ساعه تبرد شويه وعديها في الاكياس والبتاع. وبكده يا جماعه اللحمه خلصت معانا التعصيب بتاعها، وهبتدي اهي اشيلها في الاكياس لرمضان ان شاء الله عشان اطلعها كده تبقى جاهزه وحلوه. طبعا كل واحد هيحط في الكيس اللي هيستعمله، كتير قليل تبع الاستعمال اللي انت تستعمله. انا كده حطيت 3 كبشات، انت لو تحط اكتر خد. ده رقاق جلاش للمكرونه بيبقى سهل برضه. وبكده يا جماعه اللحمه خلصت معانا. وطبعا انتوا عارفين احنا كل التجهيزات ديت مش عشان حاجه، عشان في وقت رمضان احنا بنصلي بنعمل اكل بيضيع وقتنا، فبنطلع جاهز كده وبنعمله ونقضي وقتنا كله للصلاه. فكل سنه وانتوا طيبين، وان شاء الله لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك. شكرا.